أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر الشيخ السفاريني في كتابه شرح منظومة الآداب، قال: ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن من قال حين يمسي قال: سلام على نوح في العالمين، لم تلدغه عقرب. وقال عمرو بن دينار: وذلك أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقال: نحملنا، فقال نوح: لا أحملكما، فأنتما سبب الضرر والبلاء. فما صحة هذا القول؟ الله أعلم. شرح السفاريني يذكر فيه أشياء غرائب وفوائد، يذكر فيه، يجمع فيه، يحتاج إلى تمحيص هذا الشيء وثبوته بالنقل، فيه أشياء كثيرة تحتاج إلى نظر في ثبوتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لأنه عبارة عن موسوعة، الكتاب ما هو شرح للنظم فقط، وإنما فيه زيادات وفيه موسوعة من الفوائد والأحكام كثيرة، منها ما هو صحيح ومفيد، ومنها ما فيه نظر كالقصص والأخبار الإسرائيلية والأشياء هذه. نعم.